أنا اسمي سيمون، مخرج، عمري 40 سنة وبعدني أعزب. فيني أقول إنه حياتي مغامرة، بعمل سكي، بركب موتو، وبحب كون بالطبيعة، والغطس هو من هواياتي المفضلة كمان. باختصار بحب الحرية والتشويق، بس صار عمري 40 سنة وبعدني أعزب. وحوالي في كتير صبايا من جيلي حلوين وناجحين بحياتهم وكمان بعد ما تزوجوا. أول سؤال بيسألوا مجوزة؟ لا. بس طب ليه؟ طب حلوة ما أشبك شيء أو whatever، يعني مش إنه عم أو إنه طب إنه بيصيروا هيك عم بحللوا. I can read their mind إنه trying to find the scenarios. هي بتكون as simple as إنه طب إنه ما تعرفت على حدا I felt like spending so much time with him، يمكن تزبط ويمكن ما تزبط. بتلاقى ببنت كانت معي بالمدرسة بزارة من دون دعايات، وأول شي بتهجم علي من 20 سنة بتقلي أدريانا، بقلها إيه فكرت إنه رح تهجم تبوسني أو شي من هالنوع. دغري بتمسك إيدي وبتطلع فيها وبتقلي ما تجوزتي مع شهقة كتير كبيرة، إنه حسيت إنه عيون العالم كلهم بزارة وبالبلد كله 10,452 علي، ليه ما تجوزتي؟ شو بدي قلن؟ ما عندي شي قلن إياه. قلتلها حزاتي شو بعمل؟ الكلمة المعتادة امتى بدنا نفرح فيكي؟ امتى بدنا نفرح فيكي؟ آخر شيء قلت له أنا كل يوم بعمل بارتي وبفرح، اللي بيحب يجي يفرح معي أهلا وسهلا، مبسوطين وعاملين وقاعدين ومهيصين. مين أكثر شيء بتفرح عليك؟ يعني في كتير بالناس اللي بيعتبروا حالهم محبين وأنت ما إلك حدا بالآخرة وكذا، وأهلك مش دايمين لك هاي الكلام، إنه إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وقريبين. طيب شو بعدك ناطرة؟ خلصتي دراسة وعملتي مهنتك وكذا وكذا وعم تسافري ومبسوطة وبتلبسي بركة ما كنت فاضية، ما كان عندي وقت لحالي، كان الشأن العام أخذني كومبليتلي، الناس، الطلبات، البلدية، المتطلبات تبع الحياة، السيستام الركض اليومي ببلش نهاري 6 الصبح وبيخلص 4 الصبح، ما بنام، أنجا بنام ساعتين. كل هول العوامل خلتني إنه ما في حالي ولا انتبه إنه في فادية. ليش برأيك أنت ما تجوزتي؟ وأول شيء ما في حدا منه بحاجة لحدا، يعني قد ما يكون الإنسان مارس حريته الشخصية واشتغل وسافر وهيك، بضل في امرأة أو رجل، يعني كل حدا بحاجة يحلم بالحب أو يحصل عليه أو يكون عنده رفيق درب. يعني الحياة يعني اوريدي الحياة كتير صعبة بكتير من المفاصل، وبفتكر أنا بالكيس تبعي كان لازم شوف بسيكياتر صراحة. أنا حاطة هلأ بلوك إنه ما بدي أتجوز. ليه بقى؟ جينا للي بقى، هيدي اللي هي اللي خارب الدنيا. شفتوا هيدا القطار ترام؟ ايه. هذا ما بيفوتني ابدا لانه ربا هيك معلقه ماشيه فيه، شفته؟ ايه. فالخبريه انه ما بعرف، في عقليات معينه انا شوي يمكن ستيل ما بعرف كيف بيسموه، بس انا هيك مرتاحه مع حالي انه ما ولا مره قدرت احصل على اجابه واضحه. دايماً كأنه في تهرب من السؤال. بحس إنه الصبايا عندهم هيدا الهم، بس كل وحدة بتنبش على الجواب أو الأجوبة بطريقتها الخاصة. أدريانا مثلاً عملت بلوج عم تكتب فيه تجربتها مع العلاقات. بلشت البلوج لأنه عم بتجربي تفهمي ليش أنت بهيدا العمر وأنت لحالك، يعني كأنه
كان زعجك الموضوع انه انت لحالك؟ ليك مش بس انا وكثير بنات من عمري بالمجتمع اللي نحن فيه اكيد يعني في كثير ضغط بهذا الموضوع انه شو انه عاده باول الثلاثينات الناس ببلشوا يتجوزوا صح اخر العشرينات اول الثلاثينات بس انه من بعد ما تقطع بعد نص الثلاثين بشوي يعني في شيء صار شيء غلط شيء محل لانه هيك القاعده وانت ظاهر عن قاعده بدك تعرف من وين اجى الغلط سو بدك تفكر فيه وانا لانه بكتب وقتها بكتب عن شغله بتساعدني افكر فيها احسن ولاقي وين الاغلاط صار انا قصدي يعني كان زعجك هيدا الموضوع كيف بدي اعرف شو في شيء غلط مش انه زعجني ما عم بخليني انام الليل لا بمكمله حياتي بس بدي اعرف شو الغلط وبهيدا انا وعم نبش على شوف شو الغلط لقيت انه عرفت شو الغلط وين وكيف بس منه مني بس طورت الاغلاط يلي فيي كمان قلت لك لصير نسخه منقحه عن حالي زواج منه هدف بالحياه البارتنر يو كان فايند ذا بارتنر ات اني تايم بالعشره على عمر العشره بتلاقي واحد تلعب معه بسيكلات وعلى العشرين تروحوا على البارتي سوا وعلى 30 ارونوات وعلى 70 بتعطوا بعض ادويه ضغط وسكري والله ام سيريوس انه ما بعرف ليه اتس لينكد ما حقول مارياج او ريليشن شيبس ار لينكد تو ا سبيسيفيك تايمينج ويتش از نوت ما عبالي يكون حدا مش انسان لانه اللي بيفقد حريته ببطل انسان مش معناته انه الشخص اذا بدي يكون انا اتجوز يعني خلص راحت حريتي بس مين هذا الشخص اللي ممكن يضل معيشني بحريه وانا عايشه بحريه يعني ما حدا يأيد التاني باي امور ما بحب العلاقات اللي بتكون اللي بتخنق الشخص او بتعلبه او بتخليه يكون على الشكل الاخر بده اياه ما بحب حدا يعملها فيه ما بعملها بالتاني ما بعطي كتير حظوظ يمكن نفسي ضيق شوي في أغلاط بمرقة وفي أغلاط ما بتمرق وبتكون هي سبب كسر للعلاقة يعني مثل شو الأغلاط اللي ما بتمرق؟ بعض أنواع الكذب ما انغرمتي بحياتك انت؟ بلا أكيد كم مرة؟ اثنين ثلاثة اثنين أو ثلاثة؟ انه عدد مقبول بتعرف بعدين بتعرف شو بيصير اوكي يو فول ان لاف ان يور 20s بعدين يو فول ان لاف ان يور 30s بترجع بتقول هذا تبع ال 20 ما كان لاف سو مش هيك بقول لك اثنين او ثلاثه ديفاين لاف تفضلي لا انت قل لي وات از لاف ما بعرف لو بعرف كنت تجوزت هلا انت من غرمه بلا طيب شو معنات اللاف بس كل مره بس يخلص بجي بقول مثلك انه هي شكله ما كان خلص هذا الجواب عملت داونلود لأبليكيشن اسمها تندر كأنه قاعد بفترين بتفتش كأنه كتالوج أونلاين تعمل ماتشينج بيعجبك حدا ما بيعجبك حدا بس حاطة تحت صورتي إنه أتريسك إبريل يعني إذا حدا يعني كأنه إنذار زغتور إنه إذا بدك تعمل معي تشاتينج على مسؤوليتك وإنه ما بيعرفوا شو ناطرهم بس ناطرهم إنه حيكتب عنهم تاني نهار كمان استعملتها لحتى أظهر مع شباب وأحكي مع شباب وشوف كيف بفكروا أدريانا وأنا تعرفنا على بعض على تندر بآخر فترة كتير كتروا المواقع المخصصة للتعارف يعني لا يعرفوا الشباب والبنات على بعضهم بس يبدو أنه حتى هيدولة مش عم بيحلوا القصة ظهرت مع حدا من ورا تندر وقلت معه كمان هيك experience بدي اختبر ستيل جديد لأنه أنا من العالم يلي كتير مش مثل البنت اللبنانية وينك؟ ليه ما حكيتني؟ وين رايح اليوم؟ أي ساعة حتيجي تاخدني؟ ما في أنه على راحته إذا زلمة بشغله كل النهار عشية بالشغل بعد ما يجي من الشغل عباله ويحكيني بيحكيني قلت هالمرة خليني ألعبها مثل البنت اللبنانية لأنه برك الغلط كمان عن جديد مني وبنعمل إكسبريمنت وبنحكي عنه صرت كمان شو؟ ما بعدت لي مساج اليوم؟ عم بشتغل عشية ليه ما حكيتني كمان عملتها على اللبناني بس كمان ما مش الحال يعني في حدا تاني كمان تعرفت عليه على تندر واكتشفت مرة تانية بس ما ظهرت معه تعرفت عليه حكينا كلمتين شفته بعرس مع مرته كتبت عنهم كلهم لهدول بالبلوغ وإيه صراحة بفتكر انه اذا بنت عبالها تتجوز
ما لازم تضل بلبنان. بعرف انه رجل منه الصوره اللي تربينا عليها، انه مصدر القوه ومصدر السلطه وهيك. بحس انه الامراه هي اقوى من الرجل بالتكوين، جسمها حتى اقوى من الرجل، يمكن مش بعضلاتها بس بصلابتها الداخليه. سو بعرف انه نقاط ضعف الرجل بعرفها، لانه كنت كتير قريبه من الرجال العائله عندي، يعني بيي ولاد خالتي ربيت مع الصبيان اكثر من البنات. سو بعرف قصصهم وبعرف حركاتهم وبعرف طبيعتهم، وبعرف انه هن حساسين اكثر من كثير من النساء. الاولويات بالحياه ما بتضل هي هي بكل بساطه. في مراحل معينه بتكون اولوياتك شغلك، مراحل ثانيه بيكون اولوياتك عائلتك، مراحل ثالثه اولوياتك نشاطك. تتغير بحسب كيف المجريات الامور والظروف اللي عم تمرق فيها. هيدا الترتيب اللي نحن عم نمشي فيه ما بعرف ليش مش عم يلتقى اشخاص يفهم. لا بس كمان ربا انه واحد ببلش بعلاقه مع شخص ما في، يعني ما فيه هذا الشخص يجي يقول له ليك انا هلا بعلاقه معك بس انت منك اولويه بحياتي لانه عندي هلا ما بتنقال هيك، ما بتنقال بهيدي الطريقه. بس توصل، ممكن توصل بهيدي الطريقه بلا ما تنتبهي. ما هو شطارته انه يكون اولويات. سؤال واضح وصريح. نعم. في شي علاقه انت فيها بحياتك وما زبطت وزعلتي لانه ما زبطت؟ ما رح اقول ندمتي بس اتليست زعلتي. لا ولا وحده ابدا. يعني كل العلاقات اللي فشلت معك ولا وحده زعلتي عليها ابدا؟ اوكي نهائيا. يعني انا برايي لانك ما حبيتي حدا رح يهلك. هلا يمكن هيك. انا بتصور انه لما حدا يكون مغروم ما بده الحريه ابدا، بده انه يضل بليز، يعني بده يضلني معك، انه شيء ضد الحريه، او انه وقتها بيكون في غرام وهيدي الحاله خلص. انه هون في، لانه في مثل افكار انه انا بدي حريتي، لانه يمكن انا مثل ما بشوف بكل هالفيلم ولا يمكن حدا حس بهيدا الاتا سجون اللي هو الغرام او اللي هو الباسيون. قلت لك اول علاقه عشتها وكانت تقريبا خلصت، يعني رايحين على زواج وقتها، خلص وقتها قررت انه ما بديها. بوقتها احدى الاشياء اللي كانت الانتريجينج اللي ما افهمها، مع انه كنت معلبه، يعني معلبه بمجتمع بعيله هيك محافظه بدها انه بناتها يتجوزوا اول ما يخلصوا الجامعه وهيك، بس كنت دائما اقعد على البحر في مطرح معين كنا نقصده كل يوم، وقت أكون لحالي أسرح بالبحر قول شو في ورا. الالتزام منه شغلة هينة. فكرة إنه حياتك اليومية تكون مربوطة بشخص تاني صحيح إنه فيها بعض الإيجابيات، بس كمان ممكن تحدلك كتير من حريتك. اللبسان يلي عندي من وقت ما جبته كركب لي حياتي، لازم طعميه على الوقت، مشطه، حممه، انتبه إذا زعلان حتى غنجه ولعبه. يعني صار لازم أخذ بعين الاعتبار إنه موجود أنا وعم نظم نهاري. وهيدا بسان، كيف إذا بني آدم؟ أصلاً كيف الواحد أو الوحدة ممكن تعرف مين الشخص يلي ممكن تقضي معه كل حياتها؟ أو على الأقل فترة مهمة من حياتها؟ كان بدي شريك لمدى الحياة. ما بآمن مع انه كل اصحابي وقلت لك وكل الاشي اللي كتبتون بيقولوا عكس هيك، انه الحب بيجي مع اكسبايري ديت، بيجي مع بيخلص مع فترة انتهاء وصلاحيته مش دايمة، بس انا هيدي هي يمكن ايدياليست كتير، بس هي هي انه اذا مش حدا بدي اتركه ويتركني لمدى الحياة طالما نحن عايشين اكيد بفضل ضلني لحالي. ليه ما مش الحال؟ مش الحال. لا ما مش الحال بال ما هو هذا love is not related to marriage، يعني مش ما مش الحال، مش الحال وقتها. ما هو الإنسان بيعطيك اللي عنده وأنت بتعطيه اللي عندك to a certain time. إنه مين قال لمجوز مش الحال؟ ما هو بيكون ما مجوز بس في كونترا، ما مش الحال بس مع كونترا.
مزبوط. ايه مزبوط، بس يعني او امرار ماشي الحال، يعني lucky are the people اللي هن تعرفوا على حدا حبوا وتجوزوا وبعد 20 سنه بعد ماشي الحال، بس هاي بهالايام صار بدها حلم الله. في هون حتى كمان مطرح بيقولوا انه انا بدي شريك لكل الحياه، بتحس انه في عليك كتير بوا زيادة تقل، انه طب كيف بدي نقي انا؟ طب انا بس بدي نقي هيدا الشخص بس مرة واحدة يعني لكل حياتي. بعد ما قدرنا وصلنا انه نحنا منفوت على الزواج مثل المغامرة، بدنا نفوت عليها انه مثل كأنه انه هيدا اساسي بحياتنا، واذا ما مش الحال في غير شويات اللي هو مثلا الطلاق او التركة. بعدنا بلبنان منحط هيدا الشيء الحلو براسنا، هيدا مثل كأنه ان راجل يعني بحياتنا نار، انه انا بدي اكون مجوزة هيدا الشخص بس. ايه هيدا مثل بلكون دفة. مثلا بابا كبر بالعمر، بعرف انه بخلال طفولتي وسنين طويلة كتير بحياتي كان هو السوبرمان، هو كان يروح تحت القصف ليشتغل ويأمن لنا حياة منيحة وهيك، بقى دايما كان عندي سوبرمان. وقت بلش يكبر بالعمر بلش يتقاعد من ادوار يعني معينه بسبب انه تعب، يعني حدا تعب. بقى بشوف صرت شوف الوجهين للرجل، القوي والاقل قوه. يعني ايه بفتكر هي واحدة من اغلاط النساء نعملها، انه نتوقع الرجل يكون دايما اقوى من ما هو بطبيعته، يعني ومنحاسبه على الشخصيه اللي نحن رسمنا له اياها، مش على هو شو عن جد. انا سوري يعني بس بحط شوي الحق على الام اللي ربت هالصبي والبنت. ربت البنت انه انت سندريلا، حيجي واحد ويهتم فيك ويدلعك، and life is gonna be beautiful and rosy and you're gonna be the prettiest thing وكل هيدول. والصبي بيربوا انه انت الشاطر الذكي القوي الواو الاتشيفر هيدا، بيفكر حاله سوبرمان، وهو ان رياليتي ولا هو سوبرمان ولا هي سندريلا او وندر وومن. فلما بيلتقوا بعد شوي بتخبط، طب يما انا ما هيك بدت، وانا طب بدي غير. اذا ما كنت انا عايشه بحياه نفسيه مرتاحه مع الشخص اللي بدي اقدر انه يكون انا وياه، ما رح طلع عيله متوازنه ومرتاحه. نفس الشيء يعني ما بدي اجني على عيله عشان انه انا اتنازل. تنازل هون بخليك تتنازل هون، كله بيلحق بعضه. فأنا حابة يكون عندي عائلة وبيبيز وخبريات، بس مبسوطين فرحانين. هيدا كله وبعد ما حكينا عن الوضع الاقتصادي، أنا مثلاً المسؤوليات اللي تترتب عن الزواج ترعبني. وضع البلد على سوس ونقطة، يوم في شغل 10 لا، الكل بنق إنه ما في شغل، كل شي غالي. طيب كيف ممكن فوت بمشروع زواج وولاد وأنا أنجأ قادر أمن مصاريفي الشخصية؟ هيدا بلا ما نحكي عن تكلفة الطلبة وحدة. وين بده يجيب بيت وكيف بده يفرش البيت وما بعرف شو بلا بلا بلا، كمان بتصير هيفينس او مسؤوليه كبير عبء على الرجال، هو المعطر كمان مش امرار بيكون بده بس مش قادر. سو هي وحرام بصير فكره الزواج براسه انه شيء نيجاتيف which is كمان sad. الرجال بس بده يفكر يقول انا بدي اعمل هالمؤسسه يلي هي الزواج، أو بدي كرم هالمرأة يلي بدي أتجوزها وعززها مثل ما أهلها مكرمينها ومعززينها، أو بلا هالجايزة كلها من أصله. بقى أنا كمان هون بتشفعله للرجال بمجتمعنا اللبناني، لأن عن جد في تهجير للكفاءات. الشباب كلهم قاعدين برات لبنان، يلي قادر يعيش هون ابن مرأة بيكون يلي قادر يعيش. بقى بفهم الرجال اللي ما عم يتجوز. في كتير بنات بلبنان، يمكن في 8 بنات على كل شاب، وفي مشكلة جواز كلنا بنعرف لأنه ما في كتير رجال. الرجال يلي خارج جواز سافروا برات لبنان لأنه البلد للأسف ما بيقدم لهم فرص ليشتغلوا ويحققوا طموحاتهم وغيره وغيره. يمكن ما كان عندهم تشانس يسافروا. شو قصدك اللي بقيوا مش خارج جواز؟ هل أنت من المؤمنين أنه الرجال هو المفروض يكون قايم بمصروف البيت؟ إيه أكيد، اسمه رجال.
سو انت بالنسبه لإليك الرجال الشخص لما بده يتجوز الرجال ما يتكل على المراه ما يقعد يفكر انه انا هاي المراه قد ايه بدها تجيب لي اخر النهار لا لا مش بهذه الطريقه او هاي المراه بدي اتجوز هاي المراه لانه بتعمل لي انكم اخر النهار هالقد لا ما هيك قصدي لا مليوم الرجال صار عقله تفكيره كله ماده بيلفتني كتير من البنات اللي بيكونوا بيشتغلوا اوكي عندهم كارير وبدهم يكفوا يشتغلوا من بعد ما يتجوزوا بس بالنسبه لألون الرجال هو اللي بده يأمن كل شيء خاصه بالبيت هن اللي عم يشتغلوا لألون برافو عليك مزبوط لانه هي البنت تربت عم بقول لك تربت سندريلا عرفت كيف انه تربت انه اما بتقلها او اهلها بيقولوا لها انه الرجال هو اللي هيز غانا بي ذا بروفايدر اند يور غانا تيك كير اوف ذا هاوس بقى ظهرت لتشتغل لانه كمان الرجال بعده اكسبكتينج فروم هير تكون هي سندريلا انه مش هي سندريلا هي الواو هاوس وايف بتقلك اوكي انا حاشتغل وحطلع مصاري بس هو لقلي ها من الواحد عم بيجهز الثاني يعني وانت دبر راسك دبر راسك ومع الوضع الحالي ومع الوضع الحالي بتفوت القصص ببعضها اذا المره منا قبلين تشاركوا اذا المره عم بتفكر انه انا عم اذا انا اشتغلت هو مصريات لإلي وهو بيشتغل مصريات لإلي وياه حلو في ألز من هيك هي خرج تصرف هو يشتغل وهو تصرف وين المشكله وهي تشتغل وبتشتغل ما هيدا قصدي ما هون كمان بيخلق مشكله كمان يا عمي المرأة خلقت لتتدلل لتتغنج لتكون هي انثى هي عندها طلبات متطلبات غير ما الرجال عنده اياها عندها ميك اب ومصروف وعندها كريم عندها المصروف تبعها as a woman متطلباتها اكثر من الرجال يعني بهيدي الحاله اللي عم تقولي فيها انت ما في هلا انت ما فيك تكون مرأة ايه بس اذا بتعرف قديش مصروف المرأة بالنهار نكبه لتعمل اشياء كتير سيمبل والكتير قليله انا بعرف مشان هيك ما تجوزت بعد لا ما تتطول لتتجوز ما في ليه لانه ما في اصرف على مرأة فاذا مزبوط ما تتجوز عم تركز كتير على قصة الإشانج إنه أنا بعطي بس أنت كمان بدك تعطي ومثل كأنه في دباع طول يعني إنه طب كيف أنا بدي أحط كل الإشياء يعني حسيتك بمحل من المحلات إنه عندك مشكلة مع الإشانج إنك تعطي بشكل كامل يعني في خوف إنك تعطي بس مش رح سميه بخل من محل بس إنه بعاها الستاد عاها الشغلة في عندك هيك شيء بلوكاج مش عم يتحلحل هيدا جاي من وراء شوك عشته قبل ولا انت هيك ب لا اكيد هن كل واحد عنده طبعك يعني عنده تخوف من شيء معين بيكون التخوف جاي من وراء شيء عاش من وراء يعني شيء شوك عاش exactly. بعدين ايه بلوك على الزواج واجا شخص هذا الشخص قدر يفك هالبلوك بس هذا الشخص هل يا ترى انا قادره اعيش معه كل هالحياه الشريك المثالي مثلي انا يعني على شخصي لا لي انا هذا شيء كثير اذا بدك انت شو بتعتبري حالك يعني انا ايه يعني انا بس ماني حدا كثير تقليدي لكون بزه او كثير بقلب العلبه وبذات الوقت مني حدا كتير أخوات لكون بنقيز أو بخوف أو عندي مزاجية مش طبيعية وبحب كمان الشريكة بالحياة يكون كمان هيك بالنص يعني ولا كتير بزهق ما كتير تقليدي وما كتير كمان ما كتير أخوات لحتى ما تعرف حالك إنه شو منتظر إنه تصير كل وقت متوقع مفاجآت أو نطات مزاج هيك بين ليلة وضحاها ولأنه بزهق بسرعة بدي حدا يعني يفتح ويندو جديد بالحياة اتعلم منه اشياء حس انه بيعرف اكتر مني شايف اكتر مني بدي اتعلم منه سو اوريدي ما حيكون انسان عادي انا الانسان العادي اللي هو معلب حاله بشي معين كلاسيكي تراديشنال هيك انا اصلا ما رح انعجب فيه
سو ما في مشكل. الشخص اللي رح يسترجي يعمل هيدا الستاب ويقرب يعني هو منه امبرست بشي انا عملته او باسم او ولا شيء. سو اذا كان هيدا الشخص الصح وانا بدي هالعلاقه تنجح بعرف انه في كثير من الامور انا مفروض اتنازل عنها لحتى امشي العلاقه. وهي بفتكر هون بتكون واجبات المراه مش واجبات الرجل انه يتنازل. بيقولوا كلمه رجال شو يعني؟ يعني كرامه، يعني كرم، يعني قلب، يعني عقل ومسؤوليه وطموح. او هن المواصفات اللي بدي اياهم، ما بدي شيء ثاني. ربا غير انها محاميه بتقضي معظم وقتها عم بتحضر وتشارك باعتصامات، وهي كمان محاميه وبتتابع قضايا عدد كبير من الناشطين. رولا منتجه ومستشاره، وهي كمان ناشطه اجتماعيه وسياسيه. معاش النايب 10 مليون ليرة إذا مش أكتر، سيارات والحرس وهي يعني عم بكلف الخزينة كتير. أدريانا كوبي رايتر بشركة إعلانات وناجحة كتير بشغلها. فاديا تزوجت عن عمر مأخر، قضت معظم وقتها عم تشتغل للشأن العام، وكانت أول مرة رئيسة بلدية بلبنان. طرفة مصممة مجوهرات، والشغل تبعها صار مطلوب بالعالم العربي وبرات العالم العربي. برأيي الخاص هيدول الصبايا صعب شوي يلاقوا حدا يتماشى مع إيقاع حياتهم. إذا هيدا الشخص مش طموح قدي أو أنا مش طموحة قده، إذا كان كراش anyways. ما هيدا قصدي، لما بتكونوا اتنيناتكم طموحين، اتنيناتكم عم تعملوا عم تعطوا كتير وقت للشغل تبعكم، للكارير تبعكم، اللي هو طبيعي. لما واحد بده يكون طموح بيكون عامل فوق. في شيء اسمه time management. أنه you manage your time. أوكي هلأ وقت لهيك، هلأ وقت لهيك. بالعكس when you're happy أنت and your personal life بتصير more productive. أنا صنعت حالي بحالي، أنا بنت عائلة متواضعة، أهلنا ربونا على العادات والتقاليد والاحترام وعطونا الطموح إنه نحن نكون ناس طموحين بهالحياة. ونشكر الله وصلت أنا بالشأن العام وصرت رئيسة بلدية. ما تنسى إنه بوقتها ب 98 كانت البلدية ما كان فيه بعد، كان صار له 35 سنة ما في انتخابات بلدية، وكنت أنا الوحيدة بلبنان ما كان في غيري. كانت كل الأنظار متجهة علي إنه لنشوف شو هالبنت الصغيرة جايتنا بالإسبادري والجينز جاية تشتغلنا بالشأن العام. بعد نقصنا، أول كلمة سمعتها بعد نقصنا ستات، نقصنا نسوان، هالكلمة لمعت براسي وخلتني كفي للآخر إنه لا، الشأن العام كمان هو للمرأة. كمية الهراسمنت اللي كانت تصير، الضغوطات النفسية اللي بتتمارس من قبل كانوا رجال بالسلطة أو رجال مال أو حتى زملاء بالشغل، وهي كانت كتير عالية لدرجة ضليت أنا سنين طويلة ألبس مثل الرهبات، يعني بليزر وقميص مسكر، يعني ضل حاسة إنه الغلط مني، إنه طب ليه هيدا الضغط اللي ما بيفهم. بعدين لا فهمت إنه ما في كتير بنات كانت تشتغل، منهم معودين يشوفوا بنت بالحياة العملية. يعني هذا يعني هذا أنا هذا اللي عم جرب أقوله. وبعدين هلأ تخطيناها خلص، هلأ تخطيناها، بس تخطيناها يعني نقلنا من مقلب لمقلب تاني بفترة كتير سريعة، وصار عاد صار البنت اللي ما بتشتغل هو شيء الغلط طبعا، وصار عم بتجيب هي على حالة مصاري، يعني صارت هي فعالة بالمجتمع، استقلت كمان. زواج هيدا هو هالبروجي أفي فيها شوي تأخره، يعني نحن هلأ من أخره شوي لوقت معين، لأنه مثل ما قلنا هلأ أنه في كمان عمره وجسمه وأنه إذا بعد بدها ولد ولا لا، هذا بس بتأخره هيدا البروجي، بس ما التغى. حلمي كان أمضي أول كتاب عم بكتبه من 10 سنين تنقول، مضيت أول كتاب وهون تحقق حلمي. سو بلشت خطوة أقرب من أنا كيف بدي أكون على شكل حالي مثل ما أنا بشوف حالي. وبعدين صاروا سنة إيه سنة لا، كتاب ورا كتاب ورا كتاب، صرت آخر شيء عندي 4 كتب كتير
إذا بدك مبسوطة من حالي شو عملت، عندي فولفيلمنت، حاسة حالي إنه حققت أحلامي. كنت ديجا قطعت الكليتين لأنه لو بدي أتجوز وأعمل عائلة كان في كتير عندي علاقات بتوصل لجواز، بس قررت أتخلى عنهم لأنه كان بدي أكتر من الحياة، بعد بدي أكتر اشتغل على حالي، اكتشف اشياء. لا ما بفتكر، لانه وقتها بدك تتجوز ما رح يكون، يعني الانسان بطبعه اناني، يعني بدك الاشياء لك اكثر. بالنسبه لادريانا وكثير بنات، احسن شيء انه الواحد يحقق طموحاته وبعدين يتزوج. بس انا على طول بسال حالي ليش الزواج والطموح على طول متعارضين؟ يعني ما فيني أكون مزوج وعندي طموح؟ مهنتي محامية، يعني في عندي وقت طويل برات البيت، في عندي اجتماعات مع ناس موكلين، ممكن يكونوا كتير، الأغلبية هن من الذكور أكتر من الإناث لأنه طبيعة الشغل هيك. العقلية أنه طيب اوكي بيكون متقبل بالاول، بعدين تاخرتي انه ما بصير هيك، ما كذا، ترك البيت خبريه، انه طيب ما انت بتعرف طبيعه شغلي، انه ايه بس خففي مثلا. انا مع المره اللي بتتكل على حالها وبتكون قد حالها وقادره يعني تقوم بمسؤوليتها، بس مني فيمينست، مني مع هيدا موضوع المساواه وهيك، كثير بلاقيه بايخ. يعني المره بتضل، أنا بنظري وما بنتقد الغير إذا كان غير هيك، بس أنا بعرف إنه بالعلاقة في دور المرأة وفي دور الرجل إذا العلاقة بدها تزبط. فأنا ما عندي مشكلة إنه أعطي البرايوريتي للرجل وقتها بيكون حالي صح بحياتي على حساب شغلي. ما وقفت بس على إنه ما عم بيتجوزوا، إنه يعني أنا if I look around حوالي بالمعارف تبعولي صار إنه divorce rate is getting higher، لأنه الباز تبع العلاقة مش ضابط. صحيح نسبة الطلاق كتير زادت بلبنان، والملفت إنه أغلب الأحيان النسوان هن يلي عم بيطالبوا فيه. يمكن مفهوم إنه البنت ما بدها غير السترة بطل سير المفعول. هل بعض البنات بتفضل انه تكون مطلقة على انه تكون عانس، او انه الاستقلالية يلي وصلت للمرأة خلتها ما بقى تقبل تعمل تنازلات على حساب راحتها الشخصية؟ بصراحة معهم حق، اذا البنت او الشاب اخذوا قرار خاطئ بحياتهم بحق لهم يصححوا ويطلقوا. ما حدا يقول لي الولاد وما الولاد وشو بصير بالولاد الخ. الطلاق برأيي أفضل للولاد من أنه يعيشوا مع أهل مهسترين على بعض. بيصير الواحد أنه عم بفوت على الزواج بيعرف أنه إذا ما مش الحال فينا نطلق، بس مش أنا بفوت على الزواج وبعدين بقول أنه طب كيف بدي طلق وهيدا الشيء لإلي كتير صعب ومشكلة. الحل أنه يكون عنا هيدا الحرية أو هيدا الخيار بحياتنا، أنه إذا ما مش الحال مع هيدا الرجل أنا فيني طلق. يعني بلاك أنت إذا لمن نستوعب أنه في هيدا الخيار وهذا الخيار موجود ومنه غلط إذا صار، رح يسهل كثير العلاقات، بتصير العلاقة مرتاحة. الأمور الروتينية والتقليدية والاعتيادية، تزوجتي روحي عبيت زوجك عيشي معه، بتاخدوا شهر عسل بتكونوا بأحسن حالاتكم، بترجع ترجعي على شغلك هو على شغله، رجعتوا عشية أو الظهر، تغدينا قعدنا شوي حضرنا تيفي نمنا قمنا نفس الشي تاني يوم. هيدي الشغلة 90% من المشاكل الزوجية من ورا بفوتوا بروتين، برجع انه بحطوها بانه ايه انا I didn't live my life we grew up different بلا بلا بلا. بس انه لا، والكارثة او ما حقول كارثة بس انه السائل انه بركي كان لازم ياخدوا وقتهم يعرفوا شو بدهم، لانه at 40 the woman or the man يعني اثنيناتهم بيقعوا على حالهم بعد ما بيكونوا صاروا single again they wanna be 23 or 25 and it's really صار في ديكالاج. يعني احسن سن للجواز هو من بعد الكليتين، من بعد ما انت تكون حققت حالك كومبليتلي، هيك بصير عندك فرص اكثر، لانه الطلاق كله يلي عم بصير قدامي اتليست
هو ناس تجوزوا اللي كانوا مغرومين فيهم بالجامعة أو بالترون 24-25 ما عاشوا حياتهم ما حققوا حالهم بعد 10 سنين صار عبالهم يطلقوا ويرجعوا يكتشفوا الحياة. أنا بفضل لا اكتشف الحياة، سافر اقرأ البدائري ادرس البدائدرسه حقق أحلامي، وبعدين كمان هو بيكون كتير محقق حاله أنا كتير محقق حالي، منلتقى وبنكون تنيناتنا علاقة كتير غنية لأنه كل واحد بيجيب عالمه على التاني، مش إنه منندمج ببعضنا والعالم برا تنيناتنا بعدنا مش مكتشفينه ولا مكتشفين عالمنا جوانا. بهيدي الحالة ممكن تلاقي حدا لبناني؟ شو اللي بيمنعك تلاقي حدا لبناني بهالمواصفات؟ ما بعرف ليك، صار لي سنة وشهرين رح نقول عم بتعرف على كتير شباب بس بعد ما بينت ملامحه بالأفق. سنة وشهرين ما نون كتار بحياتنا. بحياتنا لا ما نون كتار. حسب الإحصائيات الأخيرة بلبنان في 6 أو 7 بنات لكل شاب، فطبيعي البنات يحسوا إنه ما في رجال بلبنان ويصيروا يدوروا على نصيبهم برات حدود البلد. زيد على هيدا الشيء القيود الاجتماعية الطائفية والاقتصادية، أكيد هن 2 إذا أمورهم كلها مسهلة وأنجأ ماشي حالهم، فكيف ما بده يكون في تعقيدات بمشروع الزواج بهيك وضع؟ أنا كان عندي اقتراح مجنون شوي. إنه أوكي ممكن إنه فيك البلوك وفي بيصير في زواج بس كل واحد ببيته بيجتمعوا من وقت للتاني ما في مشكلة، بيعملوا نشاطات سوا ما في مشكلة، لحد ما يوصلوا لوقت إنه عن جد عن جد هن حابين يكونوا مع بعضهم دايما. وبرجع لحديثي أول شيء، It's about companionship. It's about love. It's about beautiful moments together. مش لعبة ولا مسؤولية ولا يعني إذا الزواج مربوط بكل هالأفكار السلبية حرام. طبعاً التقدم بالعمر والخوف من الوحدة أحد الأشياء يلي بترجع على راسي كل ما فكر بموضوع الزواج. هلا أوكي عندي بسين، بس لبسين ما فيه يهتم فيي بس أمرض، وما فيه يواسيني بس أزعل، ولبسين أكيد أكيد ما فيه يحل محل الأولاد، بس كمان الأولاد مسؤولية منا هينة. ثلاث أرباع العالم هون بيتجوزوا انه لا يجيبوا اولاد which is not fair، انه هذا الولد اللي عم بيجي على الدنيا انه لازم يجي لانه هول الاثنين الرجال والمراه اللي عم بيجيبوا لل tiny mini thing يعني يكونوا مبسوطين مع بعض، لانه اذا اجى بس حتى يجي حرام عليه it's selfish. That's it. انا عاده بقولها بالقلب لانه ما بدي اولاد بحب يعتبروني selfish. It's wrong. طب كيف إذا أنت حاسس حالك ما عندك الجلد أو الوقت أو الانرجي أو whatever يعني بتجيب واحد وبتعطره حرام. بحب الأولاد كتير. كم ولد عبالك يكون عندك؟ 2 حلمين. زيادة؟ ليه 2 بس؟ لا أقدر أهتم فيهم. قد ما تعملي تايم مانجمنت الاولاد بيخبط اي دونت اي دونت نو ميبي انا اي دنت تراي سو ميبي ميبي يو رايت ما بعرف انا اي دونت سي انه بالعكس اذا اف يو لوك اراوند ان ذا وورلد ذير ار ا لوت اوف سكسسفل وومن انه ما عندهم اولاد. بعطيك اكزامبل يعني وذر اكترسز وذر لويرز وذر اكتيفست يو نيم ات يعني ذي اول هاف فاميليز والا كانوا كلياتهم بس رب أولاد. بحب يكون عندي ولد إذا الرجل إذا لحقت أعمل ولد هم واقعيين يعني، وإذا كانت إذا الرجل هو حسيت إنه بدي ولد منه مش إنه بدي ولد هيك. إذا بدي أعمل عمل خير بالحياة تنفترض ما تجوزت ما لقيت حدا بتبنى ولد ممكن فكرة فيها يعني إيه لأنه هيدا it's a good deed يعني هيدا عمل إنسانيا بيطورك بيخليك تكون إنسان معطاء أكتر وإنسان وبتفجر عاطفتك بحدا بحاجتك
بدل ما مثلا بيعملوا انفيترو اذا عم نحكي بالمفهوم الاوروبي انفيترو ولد لحالي وهيك، لا بفضل جيب ولد معطر اعطيه حياه افضل من انه جيب روح معطره بالحياه، يعني مع كل التعتير اللي محاوطنا بالعالم العربي هلا. بس اكيد بنفس الوقت بقول في شيء رح يكون على حساب شيء تاني، يمكن هلا لانك كمان ما عندي اولاد ممكن هذا الشيء بيسهل لي اكثر انه اكون بالشان العام مور انفولف. لو كان عنده اولاد اكيد بقول لك انه شغله كتير صعبه ومن تسع المستحيلات، وما بعرف كيف قادرين ينجبوا اولاد ويكونوا فعلا قبضيات الا اذا عندهم هالسبورت الكتير قوي بحياتهم اللي هو الشريك. طيب انت بين انه تكون عندك عائله واولاد لنفترض، وبين انه تكوني بالنيابه مثلا، فيني اخذ اثنين اذا منك قدره؟ انت عم بتقولي انه كتير صعبه، وكلنا بنعرف انه اذا قررتي، لانه كمان اللي عنده شغله فيني اقول لك انه الحياه الشان العام، هذه هي الحقيقه الشان العام. مسيو سيمو، انه ليش عم بتقرر تفوت على هالفيلم؟ مثل كانه بدك تلاقي الحل لسؤالك عند عند الصبايا. ايه لا مش بس عند الصبايا، يعني بدي اجرب افهم ليش جيلنا هالقد في عدد كبير بعد ما انه مجوز بالجيل تبعنا. بصراحة آخر همي أعرف ليش وضعي مش زعجني أبدا، مشكلتي مع نظرة المجتمع للشخص الأعزب، خاصة للبنت يلي قطعت عمر معين وبعد ما تزوجت. مثل ما كتبت أدريانا على موقعها، بيصيروا يطلعوا فيها وكأنه فيها علة. انت شو بدك؟ ومن جوا منك ردي انك تعيش من جوا، ما بتحب حدا يكون هالقد حدك، يمكن انت بتخاف حدا ياكلك. حس بدي اعمل شغلة بعملها مني لحالي. هلا هون اذا كنت انت عندي على الديفان بدنا نفوت على الاهل، يعني يمكن انت وصغير كنت عندك في عندك رفض، عندك رفو لهيدي الام لجوجة لهالبي اللي لاحقك، يمكن ما بدك تكون بهالكادر. يجوز. شو رأي بنت ام ببنتها لأدريانا؟ لا انت راضية عنا مثلا هلا لأدريانا؟ قد صار عمرها أدريانا؟ 39. 39 بعد ما تجوزت راضية عن الوضع انت؟ ايه، لانه هلا مش راضية على الوضع، بس انا راضية على الوضع لانه مش ملاقي الشخص المناسب بناسبها وبيستاهلها. اوكي. ايه. وليه مش راضية عن الوضع اجمالا؟ لانه في شيء كل ام بتتمنى انه بنتها تلاقي الشخص المناسب ويكون عندها علاقة حلوة وتأدي للزواج. بس برأيك مش هي كمان هشلت شوي الشباب؟ هشلتهم؟ بكون خرج تهشيل. بكون مش خرج. نظريتي انه انا مثلا ابقى ببيت وجوزي ببيت وخبرتك. شو رأيك فيها هيدي؟ لا لا يعني هذا اسمه الزواج فريند. يعني بقول لها على طول، يعني بيجي بيتقدم لها كثير شباب بتزحط لهم بدون ما اكون انا، بدون ما تخبرني عنه. قلت طيب خذي رأيي لشوفهم انا. يا بقول لك يعني بقول لها محاسنهم وبقول لها مساوئهم. التقييم هون فأنا بكون مقيمة ديجا ماشي الحال. اللي ما في لزوم، يعني لو عجبوني شوي بقول له تفضل على البيت ماشي الحال نتفاهم سوا ايه، بس ما هي بدها تعيش لحالها، بدها تتجوز بس بدها تعيش ببيت لحالها. مبسوطة انه مع اهلي. معك خبرها انت هيدي النظرية؟ لا بس اذا كان ذلك وشدة التعلق بالاهل بسبب الاهتمام ما بيخلي الولد يفتش عن بديل. صح. إذا كان محروم من هيدا الحنان بيصير الولد يفتش عن بديل عن أمه، فلذلك بتزوج مرات أكبر من سنه، أو العكس صحيح البنت بصير تفتش عن واحد بديل عن أبوها، قد تتزوج واحد عمره كذا. إنما زيادة الاهتمام أو تعلقها بالبيت من المحبة، زيادة الاهتمام والمحبة، وكأن تكون هذه مشكلة كمان. بعد ما تقبرنا أنا وجوزي بلمعة صارت حبينا بعض. بسميه أحلى شي بالدنيا لأنه الحياة هي عتنين مش لواحد،
لأنه حلو بآخر النهار بس ترجع عبيتك تلاقي حدا حدك حواليك بحبك حنون عليك بيحترمك بقدرك بكفي لك طموحك. بقلك إياها in three words, chemistry. What I mean by chemistry, mental chemistry, emotional chemistry, وأكيد physical chemistry. To find those three together, صعب. Mental, emotional, and physical. أكيد. Okay. بعدني بحلم بشرقطة الحب اللي من أول تكة هيك بتمنيها يعني، ولو بعدين راحت أو تغيرت أو تطورت صارت شي تاني، بس بحب هيدي الفترة كون عم بعيشها وقت أتجوز. أول دعم لإلي من أمي، ثاني دعم من كوزينتي اللي هي ميني أمي من عمري بس ميني أمي كمان، ضلت إلي كتير فخورة فيكي لأنه ما بتتخلي عن عن مبادئك. بدي كل شيء، بدي الحضن يلي بده اياك لاخر لا فوريفر، مش خلينا نتجوز هلا واذا ما مش الحل منطلق. هيدي مش فايته براسي، بعدنا يمكن ديزني برنسس اذا بدك. مثل ما لاحظتوا انا ماني سوبرمان، بعدني لهلا بوقع والفكره ابدت، بس هيدا أنا وما بظن رح أتغير بسهولة.